صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فسر أحد طلبة العلم الإيمان بأنه التوحيد، فلو فعل الإنسان معصية فقد نقض توحيده، فهل كلامه صحيح؟ الإيمان يشمل التوحيد، الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وعبادته وأسمائه وصفاته، يشمل هذا كله، كله يشمله الإيمان. فالذي يخل بالتوحيد ويشرك بالله هذا ليس لمؤمن بلا شك. هذا رأس الإيمان هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة هذا ورأس الإيمان. نعم.